shape of you. We push and pull like a magnet, although my heart is falling too. I'm in love with your body, and last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Hi guys, welcome back to my channel. رجعت بميك اب توتوريال جديد. كنت فترة غابطة شوي على الميك اب توتوريالز لأنه كنت عم مشتركة بتشالنج اسمه فرصة التشالنج، وفي منكم شاف الفيديوز اللي كنت عم بقدمها يا على قناتي يا على قناة فرصتي. هلا ما حالفني الحظ اكمل معاهم، بس انا كثير مبسوطة انه اشتركت معاهم، وثانك يو لكل حدا عمل لي سبورت وصوت لي لهالمسابقة. كثير عم بحكي وكنت حاسه حالي كثير عم بحكي بسرعه. المهم اليوم الفيديو تبعي رح يكون عن هيدا الميك اب لوك، هو بيعتمد اكثر شيء على الهايلايت والجلوي سكين، هيك بيرفكت سكين جلوي هايلايتد. مش عارف كنت طلع شو هيدا، طلع ام سو هابي بهيدا اللوك، كثير حبيت كيف طلع. هو اكثر شيء بيعتمد على الالوان البيتشي المشمشه البينك، وكمان هاي المره ما عملت كونتور، استخدمت البينك بلاش لانه حسيت 2017 ما عم بيعتمدوا كثير على الكونتور، عم بيركزوا اكثر شيء على الهايلايت والبلاش. So this is my version of the spring summer look for 2017. اذا حبيتوا هيدا اللوك don't forget to subscribe like وشير، وكمان ما تنسوا تعملوا لي كومنت تحت بالديسكربشن بوكس. So ان شاء الله تنبسطوا و keep on watching. So guys اول شيء رح نبلش فيه هو نحضر وجهنا كتير منيح لهال perfect glowy face. فاستخدمت من benefit girls meet pearl مع max stroke cream، حطيته على كل وجه. بعدين رح اخذ الفاونديشن two faced born this way و my shade is honey، ورح حطه على كل الوجه باستخدام beauty blender تكون مرطبة. وللكنسيلر رح استخدم الميك اب فور ايفر الترا اتش دي ستيك، ورقمي هو 153. رح استخدمه ككنسيلر واضوي فيه الاماكن انا حابه اضويها بالوجه. بعدين رح ارجع اخذ اللورا مارسيه ترانسلوسنت باودر وثبت فيه الكنسيلر، واي مكان بدهن معي او اي مكان في عندي فيه مسام شوي مبين زياده اللي هن شوي عندي على الخدود وعلى الجبين. هلا برجع باخذ مرة تانية الميك اب فور ايفر الترا اتش دي ستيك، بس بهالمرة بالرقم 180، وهذا ما رح اعمل فيه كونتور تقيل، بس رح اعمل هيك السكين مور برونزي بس ليعطيه شوي ورمث. لايت رح استخدم الاناستازيا بيفرلي هيلز كولابريشن مع نيكول جريرو، واخذ هيدا لون كيتي كات واعمل فيه هايلايت. يا جماعة هيدي الباليت خرافية، طلعوا كمية الهايلايت اللي بتطلعها على الوجه، بتضلها ثابتة كل النهار، الإضاءة تبعتها ما فيها شيمر لمعة. ولأثبت الإضاءة أكتر رح حط فيكس بلس واترك وجهي يمتص الإضاءة لتبين ناتشرال أكتر. رح أخذ المورفي براشز باليت، رح أخذ بس هاللون اللي هو أورنجي على بينكش، ورح حطه على الجفن، ورح حطه كمان زيت اللون على خط الرمش من تحت. وهلا رح اخذ الهدى بيوتي روز جولد باليت اديشن، رح اخذ هاللونين شاي وفلامينغو هن على بينك، ورح حطه فوق اللون الاورنج اللي انا حطيته اول شيء. هيدا رح يكسر الاورنج ورح يعطيه هيك مور بينكش اندرتون. ورح ارجع اخذ لون انجليكا ورش عليه الفيكس بلس ليبين عندي هيك مور جليتر، وحطه على الجفن المتحرك. رح ارجع اخذ اللون مون داست، بس رح حطه عن مذمع العين زي ما انتم شايفين بالفيديو. رح ارجع اخذ فلات براش ورح اخذ هاللونين وحدق فيه طرف الخارجي من العين التحتانه، بس لهيك كمان حدد العين اكثر. رح ارجع اخذ هيدا قلم الكحل من نمبر 7 وبس رح احطه على طرف العين من فوق وادمجه وموهه، بس ليعطيني هيك شوية ديفينيشن للعين. ورح ركب رموشي اوف كاميرا، هالرموش من عند اسماء البريك لاشز اسمهم سمارة، كتير حلوين بعقده.
ولأدمج رموشي بالرموش الاصطناعية رح استخدم مسكرة لانكوم. رح ارجع اخذ من أناستازيا بيفرلي هيلز هالمسكرة للحواجب. لهيدا اللوك ما حبيت تقل الحواجب كتير، فبس حبيت مشطهم واعطيهم شوية لون. بعد ما خلصنا العيون رح نكمل الوجه، ورح اخذ هالبلاش من نارز لثبت فيه محل الكونتور او البرونزر اللي حطيته. بهيدا اللوك ما رح استخدم كونتور، بس رح استخدم هالبلاش ككونتور، وحبيت صراحة كتير الافكت، حسيته كتير هيك سمري وفرش. بس رح اخذ الماك مينرالايز باودر ان دارك لحدق فيه، اعمل كونتور للنوز اعطيك شوي برونزي افكت. وراح ارجع مره ثانيه على التوالي استخدم الهايلايتر باليت لها، اعمل هايلايت تحت الحاجب، لارجع شوي زيد الهايلايت على المنخار، واذ لانه احنا حطينا الهايلايت اول شيء فام جنا اعيد عليه شوي. حلو هاي، ام جنا اعيد عليه نايس. ولخلص اللوك راح استخدم هيدي الحمره من كيسز 2000، هي مات. ولأبرز لون الحمرة أكتر رح استخدم نفس الشيء الهايلايتر من نفس الباليت، ورح حطه بس على نص الشفة اللي تحت والنص اللي شفة اللي فوق، ما رح حطه على كل الشفايف، هيك رح يعطيني more highlighted lips وبينه الشفايف أكبر. ولخلص اللوك رح ثبت كل شيء بماك فيكس بلس. ان شاء الله يكون عجبكم اللوك واستمتعتوا فيه. لو حبيتوا ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لايك وشير، واذا عندكم اي اقتراحات لاي لوكات تانية ما تنسوا كمان تكتبوا ليهم بخانة التعليقات. بشوفكم على فيديوهات جديدة.